عندنا برضو باب من أبواب الصدقة، وبيعتبر من صنايع المعروف والخير الإفطار بتاعنا اللي بنعمله برا ده. الناس بتجمعوا في برش زي ما بسموها والضرع حسب المسميات، الناس بيفطروا مع بعض مجموعة من الساكنين جنب بعض، يعني المربع ده يفطر مع بعض، المربع الثاني يفطر مع بعض. ودي أخواننا من صنايع الخير ومن العادات الطيبة الموجودة عندنا في المجتمع، لأنه فيها أولا التوسعة على ذا الحاجة أو على ذي الحاجة. بزول بيكون وضعه بسيط، يعني ما عنده ما يوسع به على نفسه من أنواع الطعام والشراب. الناس لما تطلع الزول ميسور الحال والزول ضعيف الوضع المادي، لما يكونوا كلهم مع بعض بيشاركوا مسألة الإفطار. ده جانب. جانب آخر إطعام المار وذا السبيل كذا، زول الماشي بالشارع الناس بينزلوا يفطر معاهم، الفقير بيلقى برضه حاجته معاهم. زد على ذلك ما فيها من الألفة والترابط بين الناس، يعني بتلقى في كثير من الناس هم جيران زمان ما تقابلوا ولا بيناتهم معرفه، لكن يتقابلوا في رمضان، يجمعهم البرش اللي بيسموه ده كده، يجمعهم مع بعض. فده كلها من ابواب الخير. لكن يا اخواننا مع التنبيه على مساله، الا وهي الصلاه في المسجد. الصلاه في المسجد واجبه، خاصه الناس لو قريبين، يعني الناس لو بعيدين مسافه بعيده يشق عليهم ما في بأس يصلوا في محلهم. أما لو كانوا قريبين من المسجد، من الناس الأسلم مداومين على الصلاة في المسجد ويسمعوا النداء من غير مكبر، فديل الواجب عليهم يكملوا إفطارهم لحد النهاية. الواحد يأخذ نهمته من الطعام ومن الشراب، يأخذ نهمته تمام، بعد ذلك يدرك الصلاة في المسجد. وبناء على ذلك ينبغي للمؤذن أو إمام الصلاة في المسجد أن يؤخر الصلاة قليلا. يعني في ناس بيستعجلوا استعجال شديد، واحد يأكل له بلحتين يشرب له مويه طوال، يقول لك أقيم الصلاة. ده أول حاجة ما عنده فقه الإمام، ده ما عنده فقه. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.